السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي الأعزاء في الجزء الرابع من المراجعة النهائية لنهاية الفصل الدراسي الأول في مادة الكيمياء للصف العاشر. نبدأ بسم الله. سنتناول في هذا الجزء الخصائص الفيزيائية للمركبات التساهمية والأيونية، من خلال الجدول التالي: مقارنة ما بين الخواص الفيزيائية لكل من المركبات الأيونية والمركبات التساهمية بشكل عام. أولا، الحالة الفيزيائية: جميع المركبات الأيونية توجد في درجة حرارة الغرفة في الصورة الصلبة، بينما نجد أن المركبات التساهمية إما أن توجد في الصورة الصلبة أو السائلة أو الغازية. وجه المقارنة الثاني وهو درجة الانصهار والغليان: في حالة المركبات الأيونية نجد أنها مرتفعة بشكل كبير وملحوظ، أما معظم المركبات التساهمية فإن درجة انصهارها وغليانها غالبا تكون منخفضة. وجه المقارنة الثالث وهو الذوبان: نجد أن معظم المركبات الأيونية تذوب في الماء، أما المركبات التساهمية فهي تذوب في البنزين أو المركبات العضوية بشكل عام مثل رابع كلوريد الكربون. وجه المقارنة الرابع: التوصيل الكهربائي: في حالة المركبات الأيونية نجد أنها توصل التيار الكهربائي سواء كانت في صورة محلول مائي أو مصهور، ولكنها لا توصل التيار الكهربائي في حالتها الصلبة. لماذا؟ يرجع التوصيل الكهربائي إلى وجود أيونات حرة في حالة محاليل المركبات الأيونية وكذلك مصهورها، بينما لا توجد هذه الأيونات الحرة والتي تعمل على توصيل التيار الكهربائي في حالتها الصلبة نظرا لقوة التجاذب الكبيرة داخل الشبكة البلورية. أما التوصيل الكهربائي في حالة المركبات التساهمية فنجد أنها لا توصل التيار الكهربائي بشكل عام، وسبب في ذلك بالطبع نستطيع أن نرجعه إلى عدم وجود أيونات حرة لعدم ذائبيتها أصلا في داخل الماء. هناك بعض المصطلحات العلمية أود أن نراجعها سويا وهي هامة بالتأكيد وستمر عليك بشكل كبير في المراحل التالية إن شاء الله. ذرة عنصر فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي ماذا نسميها؟ صحيح، أيون. المصطلح الثاني: ذرة عنصر فقدت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. طالما أنها فقدت فإنها تتحمل بشحنة موجبة، لذلك نطلق عليها كاتايون. المصطلح الثالث: ذرة عنصر اكتسبت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي، أي أنها تحولت إلى أيون عليه شحنة سالبة أو أكثر، نسميها أنايون. دعونا نشاهد الفيلم التالي والذي يتحدث بشكل مختصر عن الرابطة الأيونية. تحدث الرابطة الأيونية بين ذرتين عندما تكون إحداهما لها القدرة على جذب إلكترون من الذرة الأخرى. الصوديوم تحتوي ذرته على إلكترون واحد في مستوى طاقته الأخير،
والذي يخدقه مستوى طاقة مكتمل بثمانية إلكترونات. الكلور تحتوي ذرته على 7 إلكترونات في مستوى طاقته الأخير. لو تصادمت الذرات بقدر معين من الطاقة تفقد ذرة الصوديوم الإلكترون الوحيد في غلاف تكافؤها وتصبح أيون صوديوم موجب، فيصبح مستوى طاقتها الأخير مشبع بثمانية إلكترونات. ويكمل الإلكترون المفقود من الصوديوم غلاف التكافؤ لذرة الكلور والتي تصبح أيون كلور سائل. ويعتبر أن الرابطة الأيونية تنشأ نتيجة التجاذب الكهربي أو الإلكتروستاتيكي بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة، إذا تتكون هذه الرابطة غالبا بين الفلزات واللا فلزات. ومن المعروف أن ذرات الفلزات تتميز بكبر حجمها وبالتالي فجودة أيونها صغير. يصل عليها فقد الإلكترونات من مستوى طاقتها الأخير القليلة لتتحول إلى أيون موجب يشبه في تركيبه أقرب غاز خام نبيل لها في الجدول الدوري. أما ذرات اللا فلزات تتميز بسبب حجمها وبالتالي فميلها الإلكتروني كبير. يصل عليها اكتساب هذه الإلكترونات التي تفقدها الفلزات لتتحول هي الأخرى إلى أيون سالب يشبه في تركيبه أقرب غاز نبيل لها، ثم يحدث تجاذب كهربي بين الأيون الموجب والأيون السالب وهو ما نسميه بالرابطة الأيونية، أي أن الرابطة الأيونية ليس لها وقود مادي أو اتجاه محدد. ويتضح أنه كلما زاد الفرق في السلبية الكهربية بين العناصر المرتبطة كلما زادت الخصية الأيونية. نجد أن كلوريد الصوديوم أكثر أيونية من كلوريد الأمونيوم، أي أن درجة انصهاره ودرجة خلانه وجودة توصيل الكهربي على عالية. إذن شاهدنا بشكل مبسط جدا كيف تتكون الرابطة الأيونية ما بين الفلزات واللافلزات، وأنها عبارة عن تجاذب كهربائي ما بين الشحنات التي تحتويها هذه الأيونات. المصطلح التالي هي قوة تربط بين ذرات متشابهة أو بينها فرق بسيط في السالبية الكهربائية، أي بين اللافلزات بشكل عام، بحيث تساهم كل ذرة مع الأخرى بالعدد نفسه من الإلكترونات للوصول إلى حالة الاستقرار. أحسنتم، فعلا هي الرابطة التساهمية أو الكوفلنت بوند. لنشاهد الفيلم المبسط التالي والذي يوضح كيفية تكون الرابطة التساهمية الأحادية بشكل بسيط. One or more atoms may share electrons, thus forming a covalent bond. Electrons will spend a portion of their time associated with each of the participating atoms. A single covalent bond represents the sharing of one pair of electrons, such as with two hydrogen atoms. A double covalent bond is formed with the sharing of two pairs of electrons. لاحظوا تكون الرابطتين atom sharing three pairs of electrons form triple covalent bonds between them. في الأمثلة السابقة وضحنا كيف يتم تكوين كل من الرابط التساهمية الأحادية والثنائية والثلاثية. ما المقصود بالرابطة الفلزية؟ الرابطة الفلزية أو الميتاليك بوند هي قوة تجاذب تنشأ في الشبكة الفلزية بين الأيونات الموجبة للفلز وإلكترونات التكافؤ الحرة أو ما تعرف بـ delocalized electrons. نلاحظ أن ذرات الفلزات تفقد إلكترونات الغلاف الأخير وتتحول إلى أيونات موجبة ترتبط ببعضها البعض عن طريق سحابة من الإلكترونات الحرة داخل الشبكة البلورية للفلز. أي أن الرابطة الفلزية عبارة عن بحر من الإلكترونات، يمكن تمثيله بالرسم
المتحرك البسيط التالي، نلاحظ حركة الإلكترونات كما يمثلها بحر الإلكترونات حول الأنوية الموجبة. لنتعرف الآن على بعض وأهم الخصائص الفيزيائية العامة للفلزات. التوصيل الحراري، جميع الفلزات جيدة التوصيل الحراري ولها بريق معدني قابلة للسحب على شكل أسلاك كما نشاهد في أسلاك النحاس والحديد والألمونيوم، وجميعها جيدة التوصيل للتيار الكهربائي. ونلاحظ أن الاختلاف بينها وبين التوصيل في حالة المحاليل، المحاليل توصل عن طريق الأيونات الحرة بينما الفلزات عن طريق الإلكترونات الحرة. جميعها لها درجات انصهار عالية ما عدا الزئبق، درجة انصهاره منخفضة، لذلك فهو يوجد في الصورة السائلة في درجة حرارة الغرفة. قابلة للطرق على شكل صفائح، لها خواص مغناطيسية وليس للجميع طبعا ولكن لمجموعة منها. عند طرقها نسمع صوت رنان. إذن يمكننا إجمال هذه الخصائص بشكل مبسط كما يلي: لها بريق ولمعان، لها صلابة وكثافة مرتفعة، لها القدرة على توصيل التيار الكهربائي والحراري، قابلة للسحب على شكل أسلاك والطرق على شكل صفائح، لها درجات انصهار مرتفعة. إلى هنا أعزائي الطلاب ننتهي من الجزء الرابع من المراجعة. تمنياتي لكم بالتوفيق وإلى لقاء قادم إن شاء الله في الجزء الخامس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.